السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأشياء اللي الواحد يكرهها صار يكرهها بهذه اللعبة نظام مباريات، تحس إنه مستقصدك. أنا هذه المباراة أول مباراة ألعبها من يوم كامل أو يوم ونص على طول، أول مباراة برج نار، ما هو بتسلا، لا برج نار، لا تسلا ولا مدفع، لا برج نار. يعني والله شيء سيء صراحة، يعني شيء سيء، شيء سيء كذا، تحس انه فعلا هذا استقصاد واضح واضح واضح، انه يعني تحس والله نفسيا حتى يعني خلاص تكره اللي كذا، الالعاب اللي كذا تكره تكره تكره، يعني حتى ما اعرف، يعني حتى المدارس، حتى بالمدرسة اذا شفت المدرس استقصد تكره هالشيء ذا، الدكتور استقصد تكره هالشيء. ما بارك لعبة أنت دافع فيها فلوس، ما بشيء بلاش عشان يمنون عليك وكذا تعاملهم، فوالله العظيم شيء سيء. نلعب برج النار، نلعب البيكا على طول، نستغل الفرصة هذه كتكتيك، يعني لازم نركز على مباراة الحين، كيف أضرب الفارس يرمي عليه الفالكري من جهة، لكن البيكا الشيخ بيكا وحش، وحش الساحة، ملك الجلد، لا توقف أي بطاقة من هياته وأبراج النار. شوف شوف كدر الفارس، بعدين كمل على الفالكري، أخذ البرج، بعدين ضرب السحر ضرب واحدة ومات، والله أعلم ضربتين، فشيء أسطوري لمن بي. أبي كم ليفل 14 ولله الحمد، يعني شوف الآن يحاول يضغطني، والله كان المفروض إني مدافع عن الفارسة، كان المفروض لعبت الفالكري، الآن طبعاً شوف كيف ندوس، ليش لا؟ لعب برج النار، برج النار، شوف هذه الحركة اللي قهرتني، هذه اللي تشيقها والله، شيقها كذا. والله شيء يقهر، أنا يعني متى بالعادة يعني اللي تحط شيء بالنص، تحط بطاقة هنا بالوسط، تروح للأبراج ما تروح للقلعة، ما تروح شو هذا، كان الحمد لله أنه ما قدر يضرب سحر كهرباء. الآن الفالكري من هنا فارسة، يعني قلت الفالكري احتياط مع الفيكا، بس طلع الذكي شوي، هذا لعب الغيلان من الجهة الثانية اللي ما فيها الفالكري، الحمد لله خلاص الحين استسلم، تحط ما تحط مستسلم، جايك للصفة كاملة بيكا فالكري سحب كهرب بصحته بدون أي ضربة، فالحمد لله 3-0، ما وصل غير كرات النار.